خليل، وعليكم السلام. تفضل تفضل يا حسام. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. ايش مسوي في رمضان؟ والله انا مصوم ومصلي. هقولك فيش احسن من صلاه الجامع، بس هي من ام في اهل الدار. ربنا يتقبل يا ابو احمد. والله يا ابو احمد عارفك زعلان مني، فجيتك صبحا. رمضان فيش حد بزعل من حد يا ابو خليل. يعني قلبك صافي من ناحيتي؟ مسامحك، مش ماخدين اشي من الحياه. يا بنت هات كاسة الشاي لعمك ابو خليل. بس قول لاخت ام احمد تكتر السكر عليك. قولي لامك تكتر السكر على الشاي. يا ما اعطيني شيك. خدي هاي احلى شيك. شيكل يا ابو احمد لهذه البنت اللي ما طلعتش من الارض. هو الشيك ليش بنجيب يا ابو خليل؟ والله انا في داري التلاتة بشيك. التلاتة كيلو بشيكل؟ لا التلات مساخير. والي يا ابو خليل هو الشكل ايش بيجيب للثلاث انفار؟ والله انا هاي اللي عندي، واللي مش عاجبه بزيحه كف بوصل لا عند حضر امه. والرحم حلوه يا ابو خليل. قعدنا في النصايح. يا بنت هات الشاي لعمك ابو خليل. تفضل اشرب شاي. اشرب اشرب. صحة وعافية. زي اللي عندي، حتى كاسة الشاي بيعرف ايش يعمل. ملك بركة ملك بركة لام خليل. ام خليل؟ والله انا في الدار مسميها مديرة النظافة، من حد ما تصحى لحد ما تنام ماسكة ممكن تصب تنظف. يا راجل يا رفقنا ام النظافة، وناقص تحضن الممكن تسويه نايمة. نظافة من لمان؟ والله عارف، بس بتنظف لنظيف تدخلش العقل يا راجل. احمد الله على النعمة اللي انت فيها. حامد وحامد، وقعدنا في النصايح يا ابو احمد، والله بسحب حالي وبروح. ايش بتقول نصايح؟ ايش اخبارك؟ ايش امورك؟ لا والله الحمد لله. نجيب لك قطايف الحين. طيب يا بنت هذه القطايف لعمك ابو خليل. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ايش عامل؟ الحمد لله والله انا بنصوم. القطايف فات ابنس، هات القطايف لعمك ابو خليل. بسم الله. شوف القطايف زيك يا لا. خد هاي ورق. عليا قطايف كثيرة يا أبو أحمد، بس مرجعها من أحمد. صحة وعافية. أقول لك الصراحة أزكى قطايف وأول قطايف أدوكها في رمضان. أنت للحين ما جايب دهن بيتك قطايف؟ عنده خلص رمضان وأنت ما جايب. صحة وعافية. نقص إن دي حالة دمن، إيش سوينا؟ جيب كيلو للدار بتفرح اهل كل اهل الدار. عاملين رايح مليون جنس في الدار الصور. عاملين رايح ولا مين؟ طالع اللي تحت البلاطة. والله اللي تحت البلاطة زي اللي فوق البلاطة. اسمع قبل ما انسى، امبارح رن علي الشيخ عبد الله بدهم تبرعات للجامع. انت عارف الشيخ عبد الله؟ عارف تبع الجامع. هو بدهم تبرعات للجامع، اعطيته في نصيب. او قلت ابو خليل اكيد حيتبرع لانه بحب الجوامع. تبرعات شو؟ طب الجوامع مسكره، ايش تبرعات؟ وفي وباء منتشر. الجامع ايش يسوي في الجامع؟ ايش بدهم في التبرعات يا راجل؟ مسكرين الجوامع في وباء. ايش اللي درك الوباء بيضل طول العمر؟ بدهم يظبطوه الجامع. يظبطوه. تذكرت في علي مشوار يا ابو احمد، عن اذنك مشوار مهم حياه او موت. يلا خالد خلص لي القطايف يا ابو خالد. لا يا
وخليه والله كريم خاطر ابو خليل هو قليل شرب الشاي واكل قطايف وسحب حلو وروح قال في علي ابصر شو والله ما انت قليل الصاحب ما بي صاحب يا ساتر هو في وباء منتشر ومسكرين الجوامع للجامع ايش يسووا في الجامع هم والوباء مسكرين الجوامع الوباء في وباء للجامع استوني بيض الذهب ولا بيض الفضة وانا ناسين كيف دنا حلو وشرب الشاي السلام عليكم صعب حلو روح الله الصاحب ما له صاحب هذا ابو خليل هو ابو خليل ابو قليل اكل قطايف وشرب الشاي والسلام عليكم والله ما هو قليل ابو خليل قلت ما مركز الدار كله ولك تهب ليش تقعد يا سلامه ولك ايش سست ابو خليل اكل القطايفات وشرب الشايات سحب حاله وروح كلمة تبرعات عنده كلمة كل لك ايش والله ما عارف ايش الله ما انت قليل يا ابو خليل يلا